السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام يا فندم، اتفضل. انا شايف العياده كنز عند حضرتك، انا هخبط في الحيطه عشان ابيع لكم. اسمح لي بس يا دكتور الف. يا دكتور انا واحد صاحبي، انا نفسي اخس، واحد صاحبي جايب لي دواء من بلاد بره، بيقول ان هو دواء ما حصلش، معمول من زنبوق الفيل، زنبوق الفيل وخلاصه دم الغزاله الهبله. المهم انا خدته ومش عارف ايه اللي جرالي، حسيت ان انا بقيت عصبي، حسيت ان كنت هضرب مراتي في البيت. متخيل ده صعيدي ده ولا ايه؟ دكتور كمان صاحبي ده قال لي ان ده هيخسسك 20 كيلو في الاسبوع. ومش بس كده يا دكتور، ده كمان عليه ملح وكمون وفلفل اسمر. طب الدواء ده خسسك؟ وهو يا دكتور لو كان خسسني كنت جيت لك ليه؟ طب الدواء ده مختوم من وزارة الصحة؟ وزارة الصحة؟ اللي هي وزارة الصحة دي يا دكتور؟ السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم دكتور اسماعيل. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن ادويه التخسيس. بس عشان ما تفهمنيش غلط، انا مش جاي اقول لك تعالى خد دواء تخسيس من الصيدليه ونفع الصيدلي، انا جاي اقول لك لازم تعمل دايت صحي، لازم تلعب رياضه، لازم تنام كويس، لازم تشرب ميه كويس، كل ده طبقه الاول عشان تخس. محتاج تسرع العمليه شويه، ممكن تاخد عامل مساعد كدواء، الدواء لازم يكون مصرح من وزاره الصحه. ادويه التخسيس بتتقسم معايا لثلاث انواع، نوع بيسد الشهيه، نوع بيقلل امتصاص الدهون، نوع بيعلي الحرق. ابعد عن اللي بيسد الشهيه عشان ده ببساطه بيأثر على اشارات المخ. ولذكر الموضوع ده ابعد عن اي ماده فيها سيبيوترامين، كلمه سيبيوترامين او الماده الفعاله سيبيوترامين دي اتحظر وجودها في السوق عموما من 2011، ابعد عنها بسبب حالات الوفاه اللي هي ادتها. النوع اللي هو بيقلل امتصاص الدهون في الاكل، يعني بالاخر لو هاكل وجبه دسمه اخده، معزوم عند حماتك تاخده، غير كده لا. ويستحسن كمان بلاش منه. يعني امثله على الماده دي ماده الاورلي ستات، في شكلها في اورلي، اورلي ستات باي نيم، يعني دواء اسمه اورلي ستات، ريجي ماكس، زينيكال، بيتاخد قبل الوجبه الدسمه بربع ساعه. خلي بالك هو بيمنع امتصاص الدهون، فانت هيمنع لك امتصاص الفيتامينز اللي بتدوب في الدهون زي كي واي ودي واي، فالاحسن ان احنا ناخد الفيتامينز دي لو ناويين ناخده ناخدها من بره، كان ناخد مالتي فيتامين. تالت نوع هي الادويه اللي بتعلي الحرق، ودي اللي انا بحبذها وبفضلها كده شخصيا. شفتني وانا بقول حبذها؟ دوايين بيعلوا الحرق، الكروماكس والشيتوجري. ليه؟ الكروماكس في حاجه اسمها جارسينيا كامبوجيا، دي عشبه كده وجدوا ان هي بتعلي الحرق في جسمي، وفيها كمان كروميوم. الكروميوم ده بيعمل ايه؟ بيظبط انسولين الدم، فبيظبط معايا التخن والخسسان وتخزين الدهون في الجسم. جرعه الكروماكس قد ايه؟ الكروماكس بيتعطى 3 مرات في اليوم قبل الاكل بنص ساعه، وبشرب كميه كبيره جدا من الميه معاه، واستنى منه نتيجه بعد 21 يوم. الكروماكس والشيتوجري على فكره، يعني انا شخص مسالم شويه، فبحب ان انا اديه مرتين بس في اليوم كفايه. اكتر دواء انا بفضله في موضوع التخسيس واتكلمت عنه في فيديو لوحده، ال كارنيتين. تاني حاجه للتشجيع وليس الا دواء اسمه شيتوجري. الشيتوجري ده فيه كروميوم وفيه شاي اخضر. الشاي الاخضر احنا عمالين نتريق عليه، هو فعلا ما بيعملش حاجه، بس يعني هو مش هقول بيرفع الحرق، هو فعلا يعني بيسد الشهيه من كتر ما هو طعمه وحش، فبيحسسك بالشبع شويه مش اكتر من كده. بس هفهمك حاجه كده، هو خبر مش حلو، 20,000 حاله سنويه بتموت بسبب ادويه التخسيس اللي بتتباع في الصيدليات على هيئه الدواء المستورد او بتتباع في العيادات، والكارثه الاكبر ان هي بتتباع في العيادات. اي حاجه بتنتهي بسليم، ان شاء الله اسماعيل سليم، ما تقرب لهاش. زي ما قلنا ابعد عن السيبيوترامين، هتبعد عن اللايبو 6، اللايبو 6 اللي فيه كافيين وافيدرين، ابعد عنه تماما. ابعد عن دواء اسمه هارفا ونيو هارفا، معمول من المانجو الافريقي والفيل الهندي والكلام ده، ابعد عن الكلام ده تماما، الحاجات دي كلها متهربه. ابعد عن الابلكس اللي هو لو راجل كل، وابعد عن ليشو. ونصيحة مني ليك، ما تسمعش كلام أي حد يطلع يقولك على دواء جديد ده بتاع تخسيس، ده هينهي الموضوع كله. ابعد عن أدوية التخسيس لو حامل أو بترضع أو طفل صغير. أتمنى أكون فدتك، شكراً.